جهاد ابو العينين اللاعب الفلسطيني هو اللي عم يترك ارض الملعب بالوقت اللي حاليا كره جميله حلب حلوه الحلوة جميلة جدا الكرة البرجية والأجمل احتفالات جمهور البرج بالمدرجات هلال الحلوة بثالث أهدافه مع فريقه الجديد هلال الحلوة اللواتي عم ينطلع حسام عم ينفرد حسام بالمغدية عم يمرق الكرة حسام اللواتي جول حسام اللواتي عملت كل شيء بهالمباراة حسام اللواتي عم يخلص من اربع لاعبين بلمسه واحده شو نلعب الاجانب حسن معتوق والحج مالك حسام اللواتي عم يلعب كره على القائم الثاني راسي جول اللواتي ضربه معلم كره رائعه سائطه على راسه لهلال الحلوه عم يرتقي وبراسيه عم بهز شباكه لمغنيه اذا براسيه شباك مغنيه عم تهتز للمره الاولى بهاللقاء بدا البرج واضح ومصر على افتتاح التسجيل كره رائعه من عهد طرابلس النجمه دينو ربع من ملعب السلام زغرتا وصفى عهد الساعه 5 الا ربع من مجمع فؤاد الشهاب وهذه المباراه ايضا عبر شاشه الام تي في الكره ترفع عاليه ممكن هذه الكره ممكن الكره ولكن احمد الدياب بيلقط الكره الحكم ما بيقول في خطا يكافي لكن مقطوعة هذه الكرة خطيرة ممكن الهدف الأول لفريق البرج الهدف علي الصف بالسديد جول استحواذ ما بيعني شيء هلال بيتقدم وبينجح وبيسجل هدف التعادل جول 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 حلوة حلوة بأي طريقة بطريقة أعصاب بدأ أعصاب ليقدر ياخذ البنالتي بهالطريقة بينجح Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want. بخارج القدم بخارج القدم كرة وصلت جول الله لبنان في قلبي هلال الحلوة وما محلى هدفك يا هلال كنا نتحدث عن تلك الكرة الضائعة كنا نتحدث عن تلك الكرة الضائعة ولكن لمسة هلال قد بينت في السماء وقال أنا هلال الفرح أنا هلال الفرح بلمسة لا تصد ولا ترد وزارت شباك أنوكيت بدأ الشوط الثاني مكشرين عن أنيابهم يريدون التأهل إلى بطولة العرب إلى برفة المونديال الله 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 الله